السلام عليكم. اليوم حبيت ندوي لكم على واحد الهميزة ديال واحد الملابس تركية نسائية كذلك ورجالية، كذلك عندهم اكسسوارات ديال تركيا. هاد الشركة سميتها همزة اكسسوار، انا جربتها يعني وحبيت انني نتشارك معكم التجربة. عندهم ملابس نسائية تقليدية عصرية، عندهم سيرفيتات، كذلك مازال غتشوفوا كاينين ملابس رجالية، كاينين دسبادري ليغات اكسسوار، عندهم بلاكيور تاع تركيا، توصيل حتى للدار. انا اللي عجبني اكثر هو انه توصيل حتى للدار، وماشي بحال يعني داكشي اللي كتشوفي واحد الحاجة في الانترنت كتلقاي ملي كتوصل لك السلعة كتلقاي حاجة مختلفة. نو انا اللي عجبني بزاف انه السلعه تاعهم كيف ما كتشوفها كيف ما كتلقيها. كنتمنى تعجبكم هاد السلعه هادي كما انا جربتها، حبيت انني نوريها لكم. ونخليكم مع باقي لا فيديو. اما بالنسبه للطريقه كيفاش يعني كتوصلي بالسلعه، وبالاحرى كيفاش كتكوموندي على السلعه، هما دايرين جروب ديال النساء ودايرين جروب نتاع الرجال، ما فيه لا ديرونجمون لا والو، ما فيه لا شات لا حتى شي حاجه. يعني كيلوحو هما كل مره السلعه تحتها لي بري، كتكوموندي انت على شنو بغيتي وكتوصلك حتى للدار. هذا مكان، وكنتمنى نفيدكم بالتجربه نتاعي. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف الليان ديال الجروب واتساب نتاع الرجال، كذلك غنخلي لكم الليان ديال الجروب واتساب تاع العيالات.